خلال كلمته في احتفال مصر بليلة القدر، الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الأزهر في تجديد الخطاب الدينية ويكرم حفظة القرآن الكريم. محلب يتابع من الإسماعيلية الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة ويؤكد تسخير كافة الإمكانات لظهور الحفل بصورة مشرفة. ترحيب عالمي بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وأوباما يحذر طهران من إعادة العقوبات حال انتهاك الاتفاق. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة موجزة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل الأخبار بالقاهرة، والبداية مع زميلتي أمل نعمان. أشكرك خالد، أهلا بكم، وهذه هي التفاصيل والأنباء. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مصر واحتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، والتي بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة ألقاها وزير الأوقاف والإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. وعقب ذلك قام الرئيس السيسي بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة العالمية 22 لحفظ القرآن والفائزين في كل من المسابقة المحلية ومسابقة الحفظة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأعقب ذلك كلمة للرئيس أكد خلالها على أهمية دور الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر التعليم السمحة للدين الإسلامي. وفي كلمته خلال الاحتفال بليلة القدر، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي علماء الدين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والشعب المصري جميعا بالمحافظة على الدولة المصرية. وشدد الرئيس السيسي على مهمة رجال الدين ومسؤوليتهم لإنشاء قيم السلام والمحبة ونبذ الفرقة والتعصب والتشدد. إن مسؤولية تصويب الخطاب الديني تقع على عاتقكم في المقام الأول، فأيدوه إلى طريق الصواب. أظهروا صورة الإسلام الحقيقية، فالدين المعاملة. انشروا قيم السلام والمحبة ودفع السيئة بالحسنة وقبول الآخر. أعلموا الجميع أن الله خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، فنتعاون لصالح الخير وعمارة الأرض التي استخلفنا الله فيها. الرئيس السيسي دعا أيضا إلى تفاؤل، حيث أن المرحلة القادمة ستشهد حصاد المشروعات القومية الكبرى، وسيكون باكورتها بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس القادم. ونشد السيسي الشعب المصري إعانته لاستكمال المشروعات، مطالبا المصريين بالتفاؤل بالخير لمرحلة قادمة ستشهد مشروعات قومية عديدة. إن المرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله البدء في حصاد أولى ثمار الجهد والعمل الدؤوب المتواصل، حيث سيتم في 6 أغسطس المقبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. التي ستقدم للعالم شريانا إضافيا للرخاء، وتساهم في تعزيز حركة التجارة الدولية، بما يوثق أواصر التواصل بين الحضارات والشعوب، وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. أقول لكم أعينوني بقوة لنواصل بناء مستقبل هذا الوطن، ولنتخذ من هذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الرحمة نقطة بداية نعاهد الله فيها على العمل الجاد والتفاني من أجل الوطن. وأريدكم أن تتفائلوا دوما بالخير لتجدوا، حيث ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن المزيد من تدشين الكثير من المشروعات القومية الكبرى التي ستساهم في بناء وطننا وتأمين مستقبل أبنائنا. قام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بزيارة إلى الإسماعيلية لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة. ورافق محلب وزيراء التنمية المحلية والنقل ومحافظو القاهرة والإسماعيلية والشرقية. وقد أكد رئيس الوزراء أن كافة الإمكانات مسخرة لظهور حفل افتتاح قناة السويس بصورة مشرفة، مشيرا إلى أن المحافظات الثلاث الواقعة في مسار الضيوف ستكون على أهبة الاستعداد. وقد استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهمميش عن تفاصيل الحفلة، والذي من المقرر أن يحضره ممثلون عن مختلف شرائح المجتمع المصري
ومن كل المحافظات. رحب عدد كبير من قادة ودول العالم بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه في فيينا بين إيران والقوى الستة الكبرى، حيث تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن اتجاه جديد مع طهران، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تنفس الصعداء في العالم، في حين قالت إسرائيل أنها غير ملتزمة وملزمة بهذا الاتفاق. وبموجب الاتفاق التاريخي بين طهران والغرب سيتم رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيا، في حين قبلت طهران بخطة تقضي بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوما ما لم تلتزم بالاتفاق النووي. نقطة تحول تاريخية في مسيرة واحدة من أطول المفاوضات جدلا في العالم، الحديث بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية الكبرى حول برنامج طهران النووي. ماراثون المفاوضات الذي طالما اجتذب أنظار العالم حوله وصل إلى نهايته بعد نحو 13 عاما من المحادثات الجدلية، ليغلق هذا الاتفاق الجدل المثار حول برنامج إيران النووي ويخفف من التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين طهران والغرب على مدار العقد الماضي. اليوم هو يوم تاريخي، فلقد توصلنا إلى اتفاق حول ملف إيران النووي، فبالشجاعة والإرادة السياسية والاحترام المتبادل توصلنا إلى ما كان العالم يأمل في تحقيقه. الرئيس الإيراني حسن روحاني وصف الاتفاق بأنه يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين بلاده والغرب، ووصف وزير خارجيته محمد جواد ظريف الاتفاق باللحظة التاريخية والإنجاز المهم لكل الأطراف. هذه لحظة تاريخية وإنجاز مهم لكل الأطراف. ما حدث اليوم إنهاء أزمة غير ضرورية، ليس اتفاقا شاملا لكل الأطراف المعنية، لكنه أفضل إنجاز يمكن التوصل إليه. الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أكد أن إيران ستسمح بالتحقيق في النشاطات النووية السابقة التي يشتبه في أنها كانت تحمل بعدا عسكريا. خريطة الطريق المستندة على الاتفاق المبدئي في نوفمبر 2013 ستسمح للوكالة بالتعاون مع إيران في التحقيق حول أي بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي بنهاية العام الجاري. وبموجب هذا الاتفاق فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيستمر 5 سنوات، كما أن العقوبات المتعلقة بتسليح إيران بالصواريخ لن ترفع إلا بعد مرور 8 سنوات من توقيع هذا الاتفاق. إيران تعهدت كذلك بأنها لن تشرع في بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، كما وافقت على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67% لنفس المدة، وذلك مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. كما ينص الاتفاق أيضا على أنه حال لم تلتزم إيران بالنقاط المتفق عليها فإنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية المفروضة عليها خلال 65 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق. هذا الاتفاق التاريخي بلا شك سيحمل معه ارتياحا كبيرا للغرب الذي سيتمكن أخيرا من التجول بحرية في مفاعلات إيران النووية وكبح جماح طموحها النووي، غير أنه قد يثير توترات ملحوظة في العلاقات بين واشنطن وحلفائها في دول الخليج، نظرا لما سيحمله من تغيير في ملامح منطقة الشرق الأوسط. هذا وقد وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران بأنه فرصة يجب انتهازها، وحذر الكونغرس الأمريكي من استخدام الفيتو ضد أي تشريع يحول دون تطبيق ناجح لهذا الاتفاق. وقال أوباما أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي يحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي، مضيفا أن كافة الطرق التي تؤدي لامتلاك إيران للسلاح النووي قد تم قطعها بهذا الاتفاق التاريخي. وقال إن الاتفاق ليس مبنيا على الثقة، لكنه مبني على التحقق من تنفيذ إيران لبنوده. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه مع تنفيذ إيران لخطوات الاتفاق فسيتم تخفيف العقوبات عليها، مشيرا إلى إمكانية عودة فرض جميع العقوبات عليها مجددا حال انتهاكها بنود الاتفاق. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. خلال كلمته في احتفال مصر بليلة القدر، الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني ويكرم حفظة القرآن الكريم. محلب يتابع من الإسماعيلية الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ويؤكد تسخير كافة الإمكانات لظهور الحفل بصورة مشرفة. ترحيب عالمي بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وأوباما يحذر طهران من إعادة العقوبات حال انتهاك الاتفاق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.